شيرين بورون تلميذة نابغة من ولاية بتنا استطاعت التميز في مسابقة تحدي القراءة العربي، عاشقة للمطالعة والكتابة وتعلم اللغات الأجنبية. نتعرف عليها مع سعيد حريكة. لألحانها سحر والصمت من ذهبي. نور اليقين بعون تلميذة بالسنة الأولى متوسطة قطعت أشواطا كبيرة في طريق العلم والأدب مع تسجيل مشاركات ناجحة في تحدي القراءة العربي بدولة الإمارات. قد كنا أمسى مالقة في الحرب نذل أعادينا وإن اليوم مالقة في السلم حماة مبادينا من أجلك يا من كنت صغيرة وأنا أحب القراءة والكتابة، هما هوايتان جمعهما عالم الأدب، عالمي المفضل في هذه الحياة. نور اليقين سارت على طريق تحصيل العلم والأدب، نابغة بمواهب أخرى زادت من إثراء رصدها المعرفي. منذ كنت صغيرة وأنا أحلم أن أصبح أديبة مشهورة، والحمد لله اجتزت العديد من المسابقات وشرفت ولايتي وأسرتي وشرفت كل من ساعدني في مشواري الدراسي. نداء صغير لمعالي وزيرة التربية نورية بن غبريت، نتمنى منها تطبع رواية بنيتي نور اليقين التي سلمت لها في تحدي القراءة العربي. صاحبة 13 سنة تطمح لتحقيق حلمها وتتويجه بأن تصبح أديبة وكاتبة مشهورة تسجل اسمها ما بين الكبار.